تقتل الشارع. والنظرة دي معناها ايه؟ طارق علواني موجود في السرداب. طارق علوان مات يا سامح. هتشوف دلوقتي. اتفضل. ايه ده؟ قنديل بيعمل معانا واجب. اصيل يا قنديل. في ايه مالك يا قنديل؟ بطني يا دكتور، بطني. مالك حاسس بايه؟ مال بطنك؟ بطني تتقطع فجأة كده؟ هات يا ابوك بسكوبان وتعالى بسرعة. حاضر يا دكتور. الوجع فين في بطنك؟ يلا انت تفضل مذهول كده. انا قابلت طارق علواني هنا. سامح مش هنفضل نرغي لغايه ما يقفشونا. يلا يلا ايدك معايا. انا مش ممنون يا ميح صدقني. تعال